السلام عليكم. تعالوا يا جماعة بقى نعمل مع بعض جلاش. جنة تعمل لنا بقى جلاش مسكر بنكهات بقى مختلفة. احنا بصراحة بدعنا في الجلاش وعملنا نكهات غريبة، يعني اغرب النكهات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. وقولوا لنا في الكومنت انتوا بتعملوا زينا كده ولا لا. تعالوا نبدأ مع بعض. احنا جبنا ايه، ربطة جلاش دي نص كيلو او 800 جرام، مش عارفه هي كبيره. فاحنا حطينا 10 وحدات على بعض، وبين كل واحده وواحده حطينا زبده على زيت، يعني سيحنا الزبده كده على زيت. بين كل واحده وواحده حطينا ايه، زبده عشان يمسكوا في بعض. دول 10، احنا عندنا 10 كده وحطيناهم على بعض. بعد كده بقى بدات ان انا اقسمها بالنص، وكل نص قسمته 3 زي ما انتم شايفين كده. انا عملت كده بالسكينه كده الاول قبل ما اقطع، وظبطت نفسي وظبطت الدنيا عشان كلهم يبقوا قد بعض. بعد كده بقى خدت كل جزء كده بالطول، قطعته وفصلته عن التاني. ومتنسوش تحطوا الزبده الاول، يعني الزبده على الزيت او ممكن زيت لوحده، بس ما تحطوش الزبده لوحدها عشان ايه، بتحرق الجلاش. هنا بقى معايا مكسرات، فانا جايبه لهم سوداني عشان المكسرات غاليه، فما رضيتش اجيب بندق وفستق والحاجات دي، مش لاقيين ناكلها عشان نحطها في قلب الجلاش. فقلت غالية فماله، السوداني السوداني حلو ورخيص، يعني هنجيبه ب10 جنيه قد كده هيقضيكم مرتين. المهم رحت جاي قطعته كده زي ما انتم شايفين. يا جنة اللي بتعمل على فكرة، وجنة ساعدتني، يعني احنا الاتنين عملنا مع بعض. وحطينا الحشوة كده في النص زي ما انتم شايفين. هنعمل معاكم واحدة تاني من قريب اهو. بصوا حطينا السوداني كده في النص، ونطبق دي على دي. ما هم دول 10 بقى وحدات مع بعض، فدي طريقة جديدة. دي اول ايه، اول نكهة معانا واول طريقة معانا. ورسناها كده في الصينية. الصينية طبعا مدهونة بالزيت. وهعمل معاكم واحدة كمان اهو. دي بقى يعني ايه، شكل جديد. دهنناها بالزبدة، وبنحط ايه النص اللي فوق على النص اللي تحت زي ما شايفين كده، يعني بنقسمها نصين كده بايدينا كده، ونروح جايين حاطين الاتنين مع بعض. وعملتها برضو بالسوداني، بس خليكم معايا لاخر الفيديو بقى، عشان زي ما قلت لكم بدعت انا وجنة وعملنا نكهات غريبه الشكل. ودي اخره الايه، اخره الغلا بتاع الفستق والبندق والمكسرات. عملنا نكهات غريبه وعجيبه كده. المهم عملنا دي برضو ايه بالسوداني. عايزه اقول لكم على حاجه، ان السوداني ده حطيت عليه معلقتين سيرم كبار اللي هو الشربات بتاعه. المهم بقى رحنا جايين حاطين نصين على بعض، وحطيت السوداني ولفته كده رول زي ما انتم شايفين كده. لفيته رول وهحطه بقى برضو في قلب صينيه. على فكره نص كيلو عمل لي كتير، انا جبته من عند الراجل سايب نص كيلو كده مع بيف اكياس كده، فبيبقى فيه بركه، بيبقى فيه كتير قوي، يعني نص نص 500 جرام. بصوا بقى دي شوكولاته، كان عندنا شوكولاته كده فقلنا نجربها الشوكولاته، وعلى فكره طلعت طعمها جامد. اه والله العظيم. انتوا عندكم بقى شوكولاته حطوا كتير بقى، احنا مش زينا كده. عشان اعمل اتنين فقسمت كده، كان عندي شوكولاته واحده فقسمتها كده، فقلت اجرب بنكهه الشوكولاته. عملت 3 اهو، وقطعتهم كده من النص. ممكن تقطعوا الحجم اللي انتوا عايزينه، انا قطعتهم من النص وكل نص قطعته 2 زي ما انتم شايفين كده. وجنة بصراحه كانت بتساعدني، وجنة تعبت معايا في اليوم ده، لان احنا بدعت انا وجنة بقى. اول ما جينا من صلاه العشاء كده فقلنا يلا نعمل، وجنة عملت شويه بس انا ما صورتهاش وهي بتعمل. بصوا بقى النكهه دي اول حاجه يعني غريبه عملنا بالشوكولاته دي، حلاوه، حلاوه طحينيه. احمد ابني بيحب الحلاوه، هو اللي جاب لي الفكره دي، فقال لي حطي لي حلاوه في قلب والله العظيم كان طعمها جامد بجد. لو وحش اقول لكم ده وحش. عملنا نفس الحكايه، جبت واحدايه بس، واحده جلاشه، وفردتها وحطيت عليها بقى اللي هو الزيت، زيت على الزبده. وبعد كده عملتها زي الرول كده، دي حلاوه تخيلوا. يبقى عملت كده شوكولاته وحلاوه. معانا تالت حاجه اهي او رابع حاجه، فرماسي حاجه كده يعني وهم كده. اللي بيحب الفرماسي وعشاق الفرماسي، كان عندي كيس كده مليان فرماسي، فقلت ايه اجرب كده واعمل واحده بالفرماسي. عملت 2 فالفكره انا دقت من كله، بس كان طعمها حلو، طعمها غريب شويه بس طعمها اللي هو الحلو، يعني ما الفرماسي بقى سحم السخنيه وكده، كان طعمه حلو برده وطعمه جامد. بصوا بقى ايه رايكم في النكهات الجامده. عندكم اي حاجه بقى اقلبوها، يعني اعملوها كده ايه اللي هو ايه، مش عارفه اصل عايزه انام. على فكره انا اتسحرت وعايزه انام وانا بمنتج لكم الفيديو ده. فلو عندكم اي نكهه فجربوها،
بصوا هنا انا عملت كذا رول، انا عملت صينيتين على فكرة، انا كنت مستغربة اول مرة اعمل كميات كبيرة من نص كيلو بس. بص عملت كتير جدا وكان طعمه حلو، مش اللي هو بقى رقيق وطعمه وحش، لا كان طعمه لايجين. وهنا برضو بصوا ده اللي عملته مثلثات، عملت صينية مثلثات والصينية التانية عملتها رول كده بس سبتها اتحمشت بقى. ودي اخرت اللي بيصور ويشتغل بالتصوير ويسيب الصينية في الفرن. وده السيروم، السكر كان غامق فعشان كده غمق معايا السيروم بصراحة، يعني استخدموا سكر فاتح لو عايزين السيروم بتاعكم يكون فاتح. وهقولكوا دلوقتي هو اتعمل ازاي، وهقولكوا السيروم المظبوط بالظبط، يعني الحلويات بتحب السيروم يكون مظبوط، وهقولكوا ازاي. انتوا تجيبوا بقى مجين حلوين كده سكر وعليهم كوباية ونص مية، يعني كل كوبايتين سكر بنفس المعيار بتاع الكوباية تحطوا كوباية ونص مية، وحطيت باكو فانيليا ولو ما عندكيش فانيليا ممكن تحطي ايه ربع معلقه قرفه، بتخلي ريحتها مفحفحه في المطبخ كله. بصوا بقى انا معايا كاس فيه ميه او كوبايه فيه ميه، وجبت الفرشه وكل شويه امسح الجوانب كده عشان ما السكر ما يتكتلش، وما بجيش ناحيه السكر خالص، اوعي تقلبي السكر، السكر ما بيتقلبش خالص بتاع السيروم عشان يطلع معاكي مظبوط كده وجامد، فانت ما تقلبوش خالص. قلت لها بصوا اهو زي ما قلت لكم السكر يعني ايه تقريبا كان غامق شويه، فطلع معايا السيرم كده غامق وريحته طالعه مفحفحه. انا ساعات بحط عليه فانيليا وساعات زي ما قلت لكم بحط ايه ربع معلقه قرفه. بص اهو ده اللي اتحمش، بس والله كان طعمه جامد وايه من تحت كان حلو، يعني مش اللي هو محروق. فانتوا سويه في الفرن في يعني انا بقى بحطه في الفرن وبخليه هادي، بخلي الفرن هادي وما بحطوش في الشوايه خالص خالص. وبعد كده بقى ايه بحطه في الشبكة اللي في النص شوية، برضو لما بحس ان القعر بتاعه كده احمر بروح جاي حطه في الشبكة اللي في النص. فانتوا سووه بقى بطريقتكم، وده كان شكله. توتا هنا بتقدمه لي اهو زي ما انتوا شايفين، هي اللي بتقدم الجلاش. كنا جايبين حاجات كتير سهرة الخميس، اللي مشافش الفيديو يا جماعة يروح يشوفه عشان وعدتكم هنزل طريقة الجلاش، وهي دي طريقة الجلاش كنا عاملين سهرة وكده، فاللي مشافش الحلقة دي يروح يشوفها وكانت حلقة جامدة. بصوا يا جماعة احنا عملنا نكهات مختلفة زي ما انا قلتلكم، هعرض لكم يعني الفيديو اللي انا عملته. دوقي يا جنة وقولي ايه رأيك، قولي رأيكم بصراحة والله لازم. طعم حلو يا احمد؟ انا لسه باكل منه دلوقتي، طعمه جامد مقرمش وجميل. طعمه حلو. يلا بقى نبدا سهرتنا. بس انا ما بحبش الحاجه المسكره. بس طعمه حلو صح ولا لا؟ حلو جميل. ما انا بحب الحاجه المسكره. طعمه حلو يا احمد؟ يا جماعه توصلنا وانتوا طيبين. انتوا طيبين النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. مع السلامه. بصوا يا جماعه نسيت اقول لكم حاجه، ان انا واحمد فتحنا قناه جديده هتبقى كلها قناه طبخ انا واحمد، وفيها تحديات طبخ، فهنزلها لكم تحت في الديسكريبشن وعلى المنتدى، فشجعوني بقى وروحوا اعملوا لي اشتراك. ومناسبه ان جنه وتوتا بيمتحنوا فهم مش فاضيين، فانا هنزل لكم فيديوهات على قناتهم هنا وشجعوا.